السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل بهذا الفيديو اللي كنا نعمله من قبل. طيب، وصلنا لعند ما حكينا عن تويتر والفون والاسك والفيسبوك. هذول البتنز لما اجي بدي اكبس عليهم كل واحدة فيهم راح تطلع لي ديالوج معين، يعني كلهم راح يطلعوا لي ديالوج، تمام؟ بس كل واحدة ديالوج معين راح يطلع لي، يعني فيها معلومات غير. طيب، يعني في الحالة أنا محتاج من أنا معرفهم وشابكهم مع ال objects، شابكهم مع ال views، ال view الموجودة بال XML file. ضل عندي المفروض أعمل set on click listener على كل واحدة فيهم، يعني زي ما عملت على الآد set on click listener، المفروض إني أعمل على الفيسبوك والتويتر والفون والأسك. أوكي، بس أنا الابليكيشن اللي عندنا فيه كثير social networks، كثير فيه buttons، يعني ممكن يكون في السفي عندي فليكر وعندي ريديت وعندي يعني كثير شغلات. اوكي، فالحل او ما بزبط، مش يعني مش منطق اني اعمل كل وحده لها اون كليك لسنر. فممكن اعمل اشي اسمه سيت اون كليك لسنر، واخلي في عندي ميثود اون كليك، تمام؟ في عندي ميثود او فانكشن اون كليك. هذا الفانكشن اون كليك بيستقبل اي اشي عملت له كليك، تمام؟ يعني اي بوتون عملت لها كليك هيشغل هذا الفانكشن، وبالتالي كيف بيميز بيناتهم عن طريق شيء بنسميه سويتش كيس. اوكي، زي ما الكل بيعرفها بالبرمجه. طيب نشوف هذا الحكي بالكود كيف. يعني لو اجيت عملت، اوكي بس نشوف هذا الشيء، اجيت عملت حكيت الفيسبوك، هاي الفيسبوك اف بي دوت سيت اون كليك، سيت اون كليك لسنر، حكيت لها ذس. اوكي، عشان ذس يعني في عندي فانكشن انا هون بستنى اون كليك، يعني يصير ايفنت معين اون كليك. اوكي، هسه بنشوف ليش عم بعطيني ايرور وشو لازم اعمل. وبعدين ونفس الشيء عملت مع مين؟ مع التويتر والفون والاسك. فهي كوبي بيست بيست بيست، وحده للتويتر، وحده للاسك، وحده للفون، تمام؟ اوكي، الان لما اجي احكي له set on click listener this، معناته لازم يكون عندي ميثود هون انا برا بعملها، اللي هي بس لما اجي اكبس على هدول الايمجز او البوتنز او الى اخره لازم تشتغل هاي الميثود. ايش هي الميثود اللي هي بعملها؟ override on click عادي، on click. اوكي، on اوكي. طيب بس فعليا اون كليك هاي كيف بدي افهم انه في عندي ميثود موجود اون كليك وبتستنى السيت اون كليك لسنر؟ لازم اعمل اشي اسمه امبلمنت ل انترفيس، وهي تسمى فيو دوت اون كليك لسنر. اوكي، وين بعملها؟ باجي على كلاس هون فوق عند الاكستند اكتيفيتي، بحكي امبلمنت لمين؟ لا اللي فيو دوت اون كليك لسنر. اوكي، عم بيعطيني هون ايرور. شو هو؟ بيحكي لي في ميثود مش معمول لها امبلمنت. باجي بحكي له ان اد ان امبلمنتد ميثود، بلاقيه يعمل لي اياها اللي هي الميثود اللي اصلا انا بدي اياها اون كليك. شايفينها؟ اوكي، لحاله اعمل اياها. هسه جوا هاي الاون كليك انا بعمل الايفنت اللي بدي يصير حسب شو الكبسه اللي انا كبست عليها، او شو نوع، شو الاي دي اللي انا كبست عليه. اوكي، فاللي بعمله كالاتي، انه اون كليك هون بتاخذ فيو، تمام؟ فبصير اعمل سويتش كيس حسب، بصير بعمل سويتش كيس حسب شو الشيء اللي انا كبست عليه. يعني بما انه الفيو هون في، بحكي له سويتش لمين؟ سويتش كيس لمين؟ للفي دوت get id. شان get id يعني جيب انا على اي بوتون كبست، او على اي فيو بالاحرى كبست. اوكي، طيب يعني لو انا رحت كبست مثلا على الفيسبوك بوتون، فراح يجيب يحكي لي انا راح يميز الاي دي اللي انا كبست عليه، ويحكي لي انه هذا الاي دي تبع الفيسبوك. اوكي، فشو راح اعمل؟ فبحكي له بحاله السويتش كيس اتاكد من الكيسز. في عندي اول كيس اللي هي تكون الار دوت id dot twitter image twitter dot twitter image. اوكي، بهالحالة لازم يعمل لي شغلة معينة. وفي عندي كيس تانية
لا ال ار دوت اي دي دوت الفون ايمج برضو بيعمل شغلة معينة. وفي عندي كيس ال ار دوت اي دي سوري دوت اي دي دوت اف بي ايمج، هذا انا قبست على الايمج تبع الفيسبوك. وكيس ال ار دوت اي دي اخر وحدة هاي دوت ask I think ask image. اوكي برضه هون عم بيعمل شغله معينه. اوكي طيب، من وين جبت الار دوت اي دي؟ حكينا هذول جبناهم من اللي اوت بتنزل اللي عم تحبس عليهم. طيب مثلا عند التويتر ايمج انا كل وحده فيهم بدي اكبس عليها، بده يطلع لي بده يشتغل فانكشن، هذا الفانكشن بشغل لي دايلوج معين. اوكي فكيف بعمل الفانكشن هذا، او كيف او عفوا كيف لما اون كليك بكبس على هاي البوتن وبيطلع لي فانكشن معين بيشتغل، وهذا الفانكشن بيشغل لي الديالوج. هسا نشوف، بس دقيقة اللي بدنا نعمله الآن انه انا بدي اعرف الميثود اللي بدي اشغلها لما اجي اكبس على وحدة من هذول البوتنز. فبعمل الميثود اكيد هون بالكلاس برا. اوكي طبعا كنترول شيفت واف عشان اعمل فورمات الكود. اوكي الميثود مثلا انا بدي اعمل طبعا اربع ميثود حسب عدد الشغلات اللي انا محتاجهم، واحدة للتويتر، واحدة للفون، واحدة للفيسبوك، واحدة للاسك. فببلش بواحدة منهم، هاي واحدة منهم بلشت، هاي بنعتبرها مثلا للفيسبوك ميثود. اوكي هايكم طبعا بدي انزل شوي لتحت عشان نبين يكون اوضح. هاي الفيسبوك ميثود. اوكي بحكي له public void لانه هو الفانكشن الميثود هاي ما راح تعمل غير انها تطلع ديالوج. بحكي له مثلا فيس اليرت معين او اليرت ولا ما. اوكي طبعا الاليرت هاي بحكي له بدي اعمل لي اليرت ديالوج، بدي ابلش احط فيها الشغلات اللي بدي اياها. اليرت ديالوج اليرت بسميها اليرت مثلا ديالوج 1 ديالوج 1 ايكوال نيو اليرت ديالوج دوت بيلدر ده البروفايل دوت ديس عشان البروفايل دوت ديس، يعني هذا الديالوج حيطلع عندي على هذا الكلاس. اوكي هاي الطريقة اللي انا بعمل فيها الديالوج. طبعا بس اخر شيء بحكي دوت كرييت عشان ننشئ هذا الديالوج. اوكي تمام. طبعا هذا الميثود خلينا نعمله انه بياخد فيو بي. اوكي ك باراميتر بس عملت هون انشات الاليرت ديالوج. في شغلات لازم اعينها بالاليرت، انا اتوقع الكل يعني شغال على كام موبايل وطلع عنده اليرت ديالوج معين، زي مثلا انه سيف كونتاكت او يعني اليرت كثير موجوده انواعها بالتليفونات. فالان الشغلات الرئيسيه اللي بدنا اياها بحكي له الاليرت ديالوج، هاي اول شغله اليرت ديالوج 1 دوت سيت تايتل، بدي اعملها تايتل بتاعت العنوان تبعها اللي بده يطلع. فبياخد سترينج سيت تايتل، بياخد سترينج. ممكن احكي له هاي للفيسبوك اكونت تبع هذا الشخص واخلص. ثاني شغله ممكن اعملها للمسج اللي بدي يطلع بالهاي ال دوت دوت سيت مسج، برضه نفس الشيء بعطيها سترينج احكي له. ممكن احكي له www.facebook.com/ علي او اسم الشخص بغض النظر مين ما هو. اوكي وثالث شغله بدي اعملها اللي هو كمان ممكن اعملها الاليرت دايالوج دايا سوري دايالوج دوت دوت سيت ايكون. طبعا شو الايكون؟ هي عباره عن الايمج اللي حتطلع الايمج الصور صوره الايكون حتطلع على هاي الاليرت دايالوج. طبعا بنشوف شكلها كمان شوي لما نعمل ران للبروجرام. اوكي الايكون ممكن احكي له انا مثلا الار دوت دروبل دوت اي سي لانشر، تمام المشغل تبع صورة اللانشر تبع الابلكيشن. اهم شغلة حاليا اكيد ديالوج، هذا بده يطلع يكون فيه بوتن معين. هاي البوتن يا اما بتلغيها بتودي هاي الاليرت بتختفي بتخفيها او بتعمل ايفنت معين، يعني المهم لازم يكون فيه بوتنز معينة. اوكي فممكن اجي احكي له اليرت ديالوج 1 دوت سيت بوتن، هي عملت بوتن معين. طبعا شو التكست اللي هو موجود؟ التكست اللي هو عبارة عن ايش حتطلع اسم البوتن. ممكن احكي له اوكي دن
او اوكي. والسنار هاي عشان اون كليك على هاي البوتن شو لازم اعمل عليها؟ تمام. فبحكي له نيو دايلوج انترفيس دوت اون كليك لسنر، وهو بيكمل الباقي يعني. طيب هون بحط السيمي كولون نيو اون كليك. اوكي الان بعمل جوا هاي الاون كليك، بحكي له شو الايفنت راح يصير لما اجيك بس على الاوكي. اوكي بس لازم اعمل هون نيو، مش اون كليك لسنر لحاله، بحكي له نيو دايلوج انترفيس دوت اون كليك لسنر. اوكي لان هاي اون كليك لسنر خاصه بالدايلوجز. اوكي هون بالايفنت معين ممكن احكي له مثلا توست دوت لما اجيك بس عليها دوت ميك تكست جيت ابلكيشن كونتكست مثلا دون اي شيء المسج تطلع. والديوريشن خلينا نعملها توست دوت لينك لونج دوت شو، هيك خلص. اوكي طيب وهكذا راح اعمل باقي الميثودز تبعت الفيس، سوري تويتر اليرت، الفون، الاسك والى اخره. تمام نفس المبدا، فما راح تغير شيء غير ممكن تغير المسج، التايتل، الايكون والى اخره. الان الخلاصه الفكره انا بدي اوصلها انه لما نرجع لفوق شوي عند الاون كليك، هاي الميثود اللي عملناها كان فيها سويتش كيس. فمثلا حكيت له بكيس انا كبست على الفيسبوك، هون كيس انه كنت كابس على الايمج تبعت الفيسبوك، بدي يعمل لي انه ينادي الفيس اليرت، مثل الفيس اليرت. تمام خليها هيك، اعطيها سيمي كولون، هي بشغل لي الميثود اللي فيها فيس اليرت وبطلع لي الديالوج الخاص بالفيسبوك. بس اخلص لازم احكي له بريك على اساس انه ما يكمل الاشياء الكيسز اللي بعديها. تمام وصلنا لهي المرحله، صار في عندي لو نرجع هون شوي بروفايل، صار عندي هاي الكبس شغال لما اكبس عليها الاد بتتغير لاشارة صح، الفيسبوك برضه لما اكبس عليها بيطلع لي دايلوج فيه معلومات انه الفيس بلينك الفيسبوك واوكي وبتختفي الدايلوج، وهكذا على باقي البوتنز. تمام بعمل نفس الاشي الميثودز، وصار عندي هون النيم والميجر بتغيروا حسب انا اصلا بالليست على مين فتحت البروفايل، مين كبس على اسم مين. تمام لحد هون ضايل شغلة، نرجع في شغلة بدنا نعملها بالهوم. دقيقة طبعا هون لا تنسوا بالبروفايل انه تكملوا الميثود الفيس اليرت وفي التويتر اليرت والفون اليرت، طبعا هدول راح يكونوا موجودين بالكود المرفق مع الفيديو ان شاء الله بالجروبات او بالبيج. اوكي الان بدنا شغلة نعملها، نرجع على الهوم اذا في موجود الهوم. اوكي الهوم في شغله بالنسبه للسيرش اللي احنا حطيناه تبع المتعلق بالستودنت نمبر، يعني لما اجي اكبس ادور على ستودنت نمبر معين، انا هون ما في عندي بوتون لما احط رقم اكبس عليها بعدين يعمل سيرش، لا بدي وانا عم بدخل الرقم عم بعمل سيرش او عم بعمل ايفنت معين، يعني وانا عم بغير بهذا الايديت تكست الموجود هون. تمام الايديت تكست الموجود هون انا بدي يصير ايفنت معين انه يصير يعمل سيرش او يصير يحكي لي سيرشنج او الى اخره. تمام وهذا الحكي ان شاء الله بنحكي عنه بالفيديو الجاي. طبعا لا تنسوا اي اكتيفيتي جديده لازم نحطها بالمانيفست، نعرف اكتيفيتي جديده بالمانيفست ويكون النيم تبعها زي اسم الكلاس الدوت جافا. ويعطيكم الف عافيه، بنشوفكم الفيديو الجاي بنحكي عن الشغلات الضايله. يعطيكم العافيه.